بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، نستمر في قراءتنا لكتاب تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. واليوم نقرأ في فقرة بعنوان الأدب الرفيع موصول بالإسلام. الأدب الإنساني العالي هو صورة جميلة لفطرة الله في الأنفس والآفاق، يتملاها الإنسان فيشعر بالتجاوب والرضا. وقد عرف هذا الأدب في شتى الأعصار والأمصار، وكان موضع التقدير أيا كانت نسبته. قرأت نماذج منه في الأدب الجاهل عندنا، وشعرت بأنها من أنفس مواريث الإنسانية عامة، كما عرفت نماذج من الآداب الأجنبية المترجمة جديرة بالاحترام. ولعل ذلك كان قبل انتشار الوجودية والشيوعية وفنون الإلحاد والانحراف التي شوهت الفطرة وافترت أكاذيب كثيرة عن الإنسان وأشواقه، وظاهرت جماع الشهوات واعتذرت عنه، ثم جعلت الأماني المحرمة أهدافا مقبولة. وأخطر هذه الآداب المقالات التي كتبها ملاحدة سافرون أو ملاحدة مقنعون، يخفون الصليب أو التلمود في ضمائرهم ويجعلون من العلمانية شعارهم المكشوف، ثم يكتب أحدهم عن حياته فلا يتحرج من ذكر ليلة نجس قضاها مع بغي في صدر شبابه، أو يمجد الخيانة الوطنية كما فعل لويس عوض عندما جعل يعقوب حنا بطلا قوميا وهو يعلم أنه جند فرقة من أتباعه لمظاهرة فرنسا وهي تحتل مصر وتدخل بخيلها الأزهر. ويوجد الآن حشد كبير من أدباء علمانيين يهاجمون الإسلام بخبث شديد في مقالات لها ليونة الأفعى وسمها الناقع. وأنا أحتفي بالأدب الإنساني المجرد، الأدب الذي يصف بصدق مشاعرنا وما نعاني في هذه الحياة. وعندي أن هذا الأدب يمت بصلة إلى الإسلام، لأن الإسلام دين الفطرة، فما اقترب منها من قول أو عمل يقترب منه، وما تنقصه إلا تكملة يسيرة ليكون أدبا دينيا. من هذا المنطلق وضعت عناوين من السنة لشعر أو نثر قد يكون بعضه جاهليا، لأني وجدت الإسلام يقرر هذا الخلق أو يحض على هذا الأدب. في السنة مثلا يقول الرسول الكريم: المجالس بالأمانات، رواه الديلمي. ويقول: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة، رواه أحمد والترمذي. وقد تكون صادقا في النقل أو في وصف امرئ بما فيه، لكن عواقب ذلك خطيرة في الهدم وإشاعة الأضغان. ألا يعجبك بعد هذا قول الشاعر في أمانة الكلمة وحفظ الأسرار واستبقاء الود: وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها، لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها، يضلون شتى في البلاد وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. وقول الآخر: وأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. والفقر مرض يصيب بالشلل همما قوية، ويعجز المرء عن حقوق يتمنى أداءها. ومن ثم استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر. ألا تتجاوب بعد ذلك مع عروة بن الورد الجاهلي وهو يقول في الحض على الارتحال والكدح: دعيني أطوف في البلاد لعلني أفيد غنى فيه لدى الحق محملي، أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول، فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث تلم به الأيام فالموت أجمل. على أن فضل الله لا يطلب بمعصيته، والفرق شاسع بين الحلال والحرام. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري. اقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سورة الكهف 105. وذا بداهة عند فراغ العقل وخواء القلب، وهو ما عناه الشاعر بقوله: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، فما عظم الرجال لهم بفخر، ولكن فخرهم كرم وخير. وفي أمثال الغرب: الناس يغفرون لك كل شيء إلا النجاح. وهذا تصوير لما يلقاه الرجل الناجح من إساءة وكراهية صورها الشاعر أحسن تصوير حينما قال: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا. ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. وهذه جملة من محاسن الشيم رأيتها في آيات وأحاديث شتى لخصها الشاعر في تلك الأبيات العامرة التي تصلح قواعد للتربية الراشدة وتأديب النفس. والشاعر بداهة يرفض مهزلة الكتب كما رسمها فرويد، ويطلب من كل ذي دين وعقل أن يضبط هواه ويلجم شهوته بلجام قاس. إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم تجدي بفضل الغنى ألفيت مالك حامد، إذا أنت لم تعرك بجنبك بعض ما يريب من الأدنى رماك الأباعد، إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل عليك بروق جمة ورواعد، إذا العزم لم يفرح لك الشك لم تزل جنيبا كما استسل الجنيبة قائد، وقل غناء عنك مال جمعته إذا صار ميراثا وواراك لاحد، إذا أنت لم تترك طعاما تحبه ولا مقعدا تدعى إليه الولائد، تجللت عارا لا يزال يشبه سباب الرجال نثرهم والقصائد. سيقال إنك حبست الأدب في ناحية ضيقة منه، هي على جلالتها لا تمثل ميدانه الواسع وأغراضه المتعددة. ونقول: ربما كان هذا الاعتراض سليما، بيد أننا سوف نوضح معالم الأدب في أمتنا الإسلامية. ثم ينطلق الشيخ إلى فقرة أخرى وأخيرة بعنوان: حال أدبنا يشير الخوف. يقول فيه: حال الآداب العربية اليوم تثير الخوف، فإن النهضة التي أنعشتها مع الثورة العرابية استخفت من الأوراق والمنابر، وشحب الشعر الذي تورد أيام البارودي وشوقي وحافظ وأمثالهم، وحل محله غثاء يسمى الشعر المنثور، وخفت أدب العقاد وطه حسين وزكي مبارك وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات، وحلت محله مقالات يمكن أن تكون وسطا بين العامية والفصحى وبين الصياغة الرفيعة والترجمات الركيكة عن اللغات الأخرى، وتوقحت اللهجات السوقية وتعبيرات الرعاع وآثار الغزو الثقافي، فإذا لون من التعبير الهابط يملأ المسارح ويغلب على الناشئة، وتكاد ملامح الشخص العربي تزول في أخلاطه المستغربة، ذلك من ناحية الشكل
أو الأسلوب، أما من ناحية الموضوع والحقائق الذاتية المأنوسة في أدبنا الموروث فإن الأمر مفزع، والجماهير المخدرة تشدها إلى القاع أقلام ليس في نفثاثها فن ولا قيم رفيعة ولا غايات نظيرة، وعلاقتها بالإسلام وتعاليمه مقطوعة. لقد نجح الاستعمار الثقافي في تدويخ الأمة، وفتح المجال لأناس يكرهون الألوهية ورسالة محمد، بل رسالات السماء كلها، ويهزؤون بالصلاة ويرحبون بالشهوات، ويسوقون الجماهير إلى موت محقق. وأولو الألباب يحسون بشاعة المصير الذي تتدافع إليه أمتنا في عصر تحرك فيه العبرانيون لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، وتحرك الصليبيون لتقليص الرقعة التي انساح فيها الإسلام على امتداد القرون، كي يرقصوا على بقاياه الهامدة بعد قليل أو كثير من الأيام. إن المعركة الأدبية في ضخامة المعركة العسكرية، وحراس الإسلام الآن في معركة بقاء أو فناء. ومن الصدق أن أقول إن الأدب العربي في عهود الأتراك ذوى وكاد الشلل يأتي عليه، فلما تحرك منذ قرن كان حراكه راشدا وغرضه ماجدا، بيد أن الاستعمار الثقافي وضع العقبات في طريقه، فبعد أن كان أميرا للشعراء يغني في أفراح الإسلام ويبكي في مآسيه ويرتي أضرنه ويستصرخ الشعور لمصير الإسلام بها ويرثي الخلافة الغاربة ويرتي عمر المختار في ليبيا وإلى آخره، جاء أدب آخر يرفض هذه الموضوعات جميعا ويدغدغ الغرائز ويحدو الشباب إلى دور اللهو والهوى. وكان تنويم الأزهر أو شغله بقضايا أخرى من بين أعمال هذا الاستعمار الثقافي اللعين، والمرء يأخذ منه العجب وهو يرى مصارع المثل العليا ومقاتل الشريعة وحدودها واللغة الفصحى وشعرها ونثرها، ثم يرى الجماهير هائمة على وجوهها في معركة الخبز هنا أو في ساحة العبث هناك. من 50 سنة شاهدت معركة بين الأدب اللاتيني والأدب السكسوني، بين طه حسين والعقاد. أهناك ذكر لأدبنا العربي من مصادره الإنساني الزاكي حتى في جاهليته؟ إن العقاد رحمه الله ثاب إلى قومه ودينه وتراثه، وكان له نتاج طيب، ووقف شامخا أمام العلمانية والإلحاد والاستبداد. أما الدكتور طه فقد كان معروفا بأن اللحن لا يجد طريقا إلى لسانه، وقد خدم العربية المجرد حينا من الظهر، ثم غلبته موجة الغرب الصليبي فبعثر الشرور في معاهد شتى، ولم يعد إلى رشده إلا مع الموت. واليوم أبحث في ميدان الأدب الديني عن أمثال لمحمد فريد وجدي وعبد الوهاب عزام ومن قبلهما محمد رشيد رضا فلا أجد، وأبحث في الميدان السياسي عن أمثال لعبد الرحمن الكواكبي وعبد العزيز جاويش فلا أجد، وأبحث في ميدان الشعر عن أمثال لحافظ والجارم ومحرم ومطران وبدوي الجبل فلا أجد. توجد أقلام مريضة تخدم العلمانية والخنوت والضعف والشرود، صلتها بالتراث العربي كصلة إسكندر ديماس أو آرثر كونان دوبل. إن اللغة العربية من أقدم لغات العالم وأغناها بالألفاظ والمعاني،
وأقدرها على استيعاب الصور الجمالية تعبيرا وتحبيرا. وبعد نزول القرآن الكريم بهذه اللغة أصبحت هي الصلة بين الأرض والسماء، وانفردت بأنها تضمنت عناصر الوحي الإلهي من الأزل إلى الأبد، واستحقت بذلك خلودا لا يعرف للغة أخرى في القارات الخمس. قد تكون سبقت إلى وصف آلة أو تشخيص علة، ولكنها لم ترتفع أبدا إلى تلقي كلمات الله ووصايا إلى عباده. والأدب العربي بعد نزول القرآن قد يعتكر مجراه بلوتة شاعر أحمق أو أديب ماجن، ولكنه لن يكون أدب فسوق وعوج، ولن يكون حاديا للبشرية إلى العار والنار. إن صياغة القرآن الكريم لأجيال المسلمين حددت أهدافهم وصانتها وزكتها. وقد عاب البعض على الشعر العربي أن يكثر فيه المديح، غير أنك تعرف قيمة هذا النقد عندما تقرأ بيت أبي تمام: ولولا خلال سنها الشعر ما درى، بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. في تصدي سيف الدولة للصليب الرومانية وشجاعته في قتال القياصر يقول المتنبي: وقفت وما في الموت شك لواقفي، كأنك في جفن الردى وهو نائم. ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنه الإسلام للشرك هازم. وفي اللغة العربية وأدبها وخلودها وضرورة امتداد سلطانها وتوطيد أركانها يقول الأستاذ أحمد موسى سالم أطال الله بقاءه: إن نزول القرآن الكريم كفل للغة العربية جملة من النتائج، وضحت رسالتها وحددت معالمها. أولها أن العرب جميعا تشبتوا باللغة الفصحى لأنها لغة الوحي والعقيدة. وثانيها أن اللهجات العام اقتصرت على حيز ضيق جدا من ممارسة الحديث الخاص بين الأفراد مع اتساع مجالات استخدام الفصحى القرآنية. ثالثها أن مرور الزمن وتتابع الأجيال لم يكن له من تأثير على بقاء اللغة العربية الفصحى، بل لقد زاد من تفاعلها مع القرآن الكريم، فبقيت لغة الأمة العربية الخالدة بخلود القرآن. رابعها أن نطاق اللغة العربية قد اتسع بحيث امتد إلى كل المسلمين في أنحاء العالم، فهم يقرؤون القرآن بالعربية بحروفه، ويتخذون طريقة كتابته وسيلة لتسجيل لغتهم. وهذا في حد ذاته نصر حققه القرآن للعربية على مستوى عالمي، ونعمة أنعمها الله في نفس الوقت بالإسلام ولغته على تلك الشعوب. خامسها، وهذا هو الأهم، كانت آية القرآن اللغوية إعلانا عن صلاحية اللغة العربية علميا وإنسانيا لحمل وترشيد مفاهيم الحضارة والتعبير عنها مهما يكن مستواها، لأن اللغة التي تتسع للقرآن وآياته بهذا الاقتدار البالغ لا بد أن تكون أقدر على التعبير عن أي مستوى من مستويات تقدم الإنسان عبر كل العصور. ونحن لا نبتئس ولا نيأس لما أحاط بلغتنا العربية من مؤامرات مبعثها الحقد القديم والضلال القديم
ونعتقد أن صباحا عريضا سيعقب هذا الليل. إن الرحمن هو الذي علم القرآن، وهو الذي يتولى حفظه، وستبقى اللغة التي نزل بها خالدة بخلوده، ونرجو أن تكون سبقت لنا الحسنى باختيار الأقدار لنا محامين عن لسان الوحي ومحيين للتعاليم القرآنية كلها، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هنا انتهت قراءتنا لكتاب تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل للشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب هو حديث حول العلوم النقلية الإسلامية وطرائق تدريسها ووجوب النظر في إعادة بناء برامجها وإصلاح مختلف جوانب العملية التعليمية المتعلقة بها، حتى تتمكن هذه العلوم من أداء دورها الأساسي المطلوب في بناء النسق الثقافي الإسلامي وإسلامية المعرفة الإنسانية والاجتماعية. نسأل الله تعالى أن ينفع المستمعين لقراءتنا لهذا الكتاب القيم، ونعتذر لكل لحن أو خطأ في القراءة، ونسألكم الدعاء، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.